البداية عسكريا، حيث أفاد مصدر عسكري عن إحباط قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليوم محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز. وقال المصدر ليمن شباب إن وحدات الجيش والمقاومة أفشلت المحاولة الحوثية في جبهة العنين في عزلة بلاد الوافي التابعة لمديرية جبل حبشي، وأوقعت عددا من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح. وبحسب المصدر، فقد تزامنت المواجهات في العنين مع تبادل للقصف المدفعي بين الجيش وميليشيا الحوثي في جبهات الصياح والمطار القديم وحذران غربا وعصيفرة شمالا ووادي صالة شرقا. وأشار المصدر إلى دفع الميليشيا بتعزيزات جديدة إلى الجبهات الغربية لمدينة تعز وجبهة البرح في مديرية مقبنة. مراسلنا في تعز ينضم إلينا حول هذا الموضوع أيمن قائد، أهلا وسهلا بك. قوات الجيش تفشل محاولة تسلل حوثية في عديد من الجبهات، دعنا في تفاصيل لمجمل هذا التطور الميداني. نعم، تتجدد هجمات ميليشيا الحوثية الإرهابية ومحاولة تسللها إلى مواقع قوات الجيش الوطني في مختلف محاور جبهات المحافظة. هذه المحاولة الأخيرة للميليشيا الحوثية الإرهابية كانت اليوم في الجبهة الغربية، تحديدا في جبهة العنين الواقعة في مديرية جبل حبشي الريفية في غرب المحافظة. تمكنت قوات الجيش الوطني من رفض هذا التسلل وإحباط هذه المحاولة للميليشيا ومنعها من إحراز أي تقدم ميداني، وعادت الميليشيا وعناصرها أدراجها إلى مواقعها، وتمكنت القوات العسكرية التابعة لمحور تعز من إسكات مصادر النيران التابعة للميليشيا. هذه المحاولات أو هذه المحاولة للميليشيا لم تحقق أي نتائج ميدانية. تتكرر المحاولات الحوثية لتحقيق أي تقدم على أرض المعركة خلال الأيام الأخيرة. شهدت عدد من جبهات المحافظة محاولات متكررة للميليشيا في عدد من محاور القتال، في الجبهة الشمالية في عصيفرة وزنو، وكذلك في الجبهة الغربية في حدران وفي الضباب. أعلن المحور تعز العسكري قبل 6 أيام بأنه تمكن من إحباط هذه المحاولات وبأنه خلف خسائر بشرية أثناء صد هذه المحاولة للميليشيا، خلف خسائر بشرية ومادية في صوفيا أيضا. وقبل أو في تحديدا في 16 فبراير كانت قوات الجيش الوطني أعلنت عن تنفيذ عملية غارة نوعية على مواقع قوات الجيش الوطني، تمكنت خلالها من إلحاق خسائر بشرية ومادية أيضا في مواقع الميليشيا. هذه العمليات العسكرية التي يرصدها محور تعز العسكري تأتي بين الحين والآخر، لكن ما تشهده أكثر ما تشهده جبهات المحافظة هو عمليات تسلل وهجمات حوثية متكررة بين الحين والآخر، لكن لا ترقى هذه المواجهات أو هذه المناوشات إلى أن تكون مواجهات عسكرية فعليا تحرز اي تقدم بالطرفين. هناك تعديلات ايضا ترصدها المصادر العسكريه او وحدات الرصد التابعه لمحور تعز العسكري، تعديلات تستخدمها ميليشيا الحوثيه الارهابيه. هذه القوات التي تستخدمها الميليشيا ربما هنالك معسكرات تدريب حسب مصادر تتواجد في المناطق الشرقيه والغربيه من المدينه التي تقع تحت سيطره ميليشيا الحوثي الارهابيه. هذه التعزيزات تستخدمها الميليشيا منذ اواخر او منذ النصف الثاني من العام الماضي 2022، ولكن بشكل عام الجبهات هادئه في الايام الحاليه نوعا ما، ولا توجد سوى مناوشات بسيطه. ورغم التعزيزات العسكريه التي تستخدمها الميليشيا الا ان محور تعز يعلن استعداده الكامل في كل وقت مع كل عملية تنفذها الميليشيا بأنه قادر على أن يصد هذه الهجمات، ولو كانت قوات المحور في موقع الدفاع في أكثر الأحيان لا في الهجوم، لأنه يقول بأنه قادر على التعامل مع كل هذه التحركات الحوثية وقادر على أن يمنع الميليشيا من إحراز أي تقدم ميداني. وبشكل عام فإن هناك استياء واسع في داخل مدينة تعز كراء
تكرار الهجمات الحوثية على المدينة واستمرار الحصار للعام الثامن على التوالي وحصول مقابل حصول الميليشيا على مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة كافتتاح ميناء الحديدة بينما حصار ميليشيا ومطار صنعاء أيضا بينما حصار تعز ما يزال قائما والطرق ما تزال مغلقة والدعوات مستمرة لمجلس القيادة الرئاسي لدعم قوات الجيش الوطني من أجل كسر هذا الحصار ومن أجل إنهاء الإرهاب الحوثي ولتحقيق أيضا لتوفير ما يضمن لسكان المدينة العيش بسلام بعيدا عن هذا الإرهاب المستمر للعام الثامن على التوالي. نعم أيمن قائد مراسلنا في تعز كنت معنا، شكرا جزيلا لك.